إن الاحتفال بعيد الشجرة يرتبط بمفهوم الوطنية والانتماء، ويجسد الدور الحضاري والاجتماعي والبيئي للشجرة في حياة كل واحد منا. هذا العيد الوطني الذي نحتفل به في هذا العام تحت شعار الشجرة رئة الحياة، ازرع شجرا تبني وطنا. الشجرة عندما نزرعها في الأرض تؤدي إلى تنوع بيولوجي، وتساعد على مواجهة التغيرات المناخية وعلى مواجهة الجفاف، تساعد على إعطاء الأكسجين، الصحة والحياة. نحن اليوم عم نحتفل بالعيد 70 لعيد الشجرة، اللي هي ثمرة العطاء، واللي هي روحنا، وهي التنفس تبع سوريا. الحرب كانت ظالمة كثير على الشجرة، ها، ولكن قدرنا نرجع اللي حرقوها وزرعنا بدال الشجرة تنتين. نحن بموقع جويرات التابع لمنطقة قدسية، موقع عيد الشجرة تقريبا مساحته حوالي 7.5 هكتار، سيتم زراعة فيه 4500 شجرة حراجية متناسبة، وهن أغلبها من الصنوبر السمري والأرز والسنديان. الهدف من هذا زراعة الموقع تثبيت التربة وزيادة رقعة الغابة الموجودة، ونحن مستمرين بالعناية بالموقع والامتداد أكثر فأكثر ضمن أراضي الحراجية لأملاك الدولة.